صوص النخيل الحمراء آفة ما كانتش عنا في تونس، دخلت وبدات شوية في أحواز كرتاج. اليوم انتشرت في 6 ولا 7 ولايات، فهمتني؟ وفما وإن شاء الله ربي يسترنا كان تخلط بالجنوب تقضي على الواحات وعلى إنتاج الدقلة في تونس. السوسة تاكل معناتها تعيش في وسط النخلة وتقضي عليها، الأوراق متاعها الكل يتيحوا وتشيح، ما يقعد كان الترون متاع النخلة، والترون هذا كيف يقعد، خاطر عنا في تونس مثلا في السونتر فيل وفي بعض البلايس فما مكاتب وفما واحد هنا، نحب اغتنم الفرصة باش الحماية المدنية تقرا حسابها بحذا المكاتب وفي البلايس اللي يجموا يتيحوا فيهم، خاطر كيف يتيح سي تورناتا، تطيح تورناتا معناتها تطيح على كرهبة، على ولد صغير، على راجل يمشي، مرأة تمشي يقضي عليها وتجم معناتها في زوبعة في لحظات تطيح وتقتل معناها جماعة. الحل بلد وحيد في العالم هو خلط باش يوقف المعضلة هذية في الكاليفورنيا في أمريكا. أول حاجة أن بلان دو كوميونيكاسيون يزم يتعمل ويولي كل تونسي محسس للموضوع هذية، وكيف يشوف معناها تغيرات في النخل متاع جنينته ولا متاع مقابل داره ولا واحد يعلم. وزارة الفلاحة تبعث الخبراء باش يثبتوا من الموضوع ويقضيوا عليها الآفة هذه. فما مواد كيميائية وفما معناها إكيبمون، ويظهر لي ماهوش كافي، وذاك علاش قاعدة الأمور تمشي في طريق لا خايفين منه، معناها خايفين منه لا يتواصل ويخلط لنا للجنوب التونسي. الحاجة اللي نطلبها تدخل سريع جدا باش نعملوا حماية للجنوب متاعنا، ما تجمش سوسة النخيل الحمراء تعدى للجنوب. إذا كان تعدات رانا مش نخسروا ثروتنا متاع التمور اللي هي دوزيام سورس دو ديفيز بعد زيت الزيتون.